كادر كويس. استاذ مرتضى منصور سعاده المستشار، سعاده المستشار كل عام وانت بخير. معلش انا عارف انت مرهق النهارده وانا مصورك من ساعه ما جيت النقابه. دلوقتي في بس شويه اسئله خفاف شويه. معلش دلوقتي بالنسبه لحضرتك اللي كل انتخابات حضرتك بتخش فيها بيحصل فيها معركه شرسه، هل نقابه المحامين ستشهد معركه شرسه؟ جدا يعني والاستاذ منتصر الزيات صديق حضرتك طبعا. هيكون ايه بقى المعركه بينك؟ هل تكسير عظام فعلا؟ لا، بيني ومنتصر مفيش تكسير عظام. انا بقى في محبه وموده، اصل منافسه انتخابيه شريفه. اللي عنده برنامج طموح، اللي الناس هتثق بالبرنامج وهتنتخبه. وزي ما قلت، نقيب المحامين ليس ميزه لكنه شرف لكل محامي ان يكون نقيب المحامين، فهي مش ميزه لكن شرف. حضرتك تعلم من المحامين وما يعني ممكن حضرتك حد يزق على حضرتك محامي معين يستفز حضرتك؟ ما هو زي ما حصل دلوقتي انت شفته، وفي الاخر قال لك هديك صوتي. طب حضرتك هتستوعب كل شباب ال بالعكس. انت بص، ليس من حق اي احد ان يفتش في افكاري او حياتي ما دمت لما ارشح نفسي. مجرد رشحت نفسي من حق اي حد يفتش وينتقدني، والا ما انا نازل ليه؟ ترشح النقيب وترشح رئاسه الجمهوريه هتوازن منه ازاي؟ هو لما اكون نقيبا لمحامين شرف ان اكون رئيس الجمهوريه كان نقيبا لمحامين مصر. بالعكس، هو انتخابات رئاسه الجمهوريه مش مسكينه اسوان. انتخابات نقابه المحامين منين؟ مسكينه اسوان خلاص. فوانا بعمل دعايتي في وسط زملائنا المحامين اللي بقى قاعده بتاعتي في انتخابات رئاسه الجمهوريه، اعتقد ان ده هيبقى تمهيد لانتخابات رئاسه الجمهوريه. بعد انتهاء الانتخابات وسواء حضرتك نجحت ام لم تنجح، سيتم الطعن في تزوير الانتخابات؟ طب ما انا سنه انتخابات 2000 على ما اعتقد نجحت، وبعدين خدوا سعيد عبد الخالق مكاني، واخد بالك، ومع ذلك لم اطعن. طب حضرتك قلت في بعض الحديث حضرتك كنت مضطهد من قبل النظام حسني مبارك، مع ان معظم الناس يحسبونك على النظام حسني مبارك. قولي، قالت لي بس ايه علامه واحده ان انا مع النظام واحده، بعماره ما اعتقائي بعماره ما حبسني سنه 87 كان موجود هو ياما، اعتقلت ثلاث اشهر ويوم. بعماره ما حبسوني عشان ضربت سفير اسرائيلي سنه 97. بعماره ما لفوا لي قضيه سيد نوفل 2007. بعماره ما سقطوني في مجلس الشعب بتزوير سنه 90 امام امال عثمان، و2000 و95 امام عبد الرحمن بركه حرامي البنوك، وسنه 2005 و2010 الاخيره ديا. بعماره ما حلوا مجلس ادارتي وانا رئيس نادي الزمالك مرتين. بعماره ما سقطوني في انتخابات النادي. بعماره ما شطبوا ودودي في النادي. دي بس عماره ان انا كنت معاهم. حضرتك اثرت فعلا القضيه، الشباب يهتمون بقى وهو مبنى النقابه المتهالك يعني اللي شكله حضرتك وصفته وصف فعلا ان شاء الله لو نجحت هيتم تشييده ازاي؟ زي ما عملت في نادي الزمالك. انا تاني يوم ما نجحت رئيس نادي الزمالك هديت النادي وبنيته من اول وجديد. اصلا مش كيمياء يا جماعه، ده لا يليق ان يكون مكانا يجلس فيه النخبه من مصر هم المحامين. كان في سبب بيقولوا لده مبنى اثري. يا عم يعني ايه اثري؟ يعني انا اثري بالفرام يعني مش فاهم انا. ما انا ممكن احتفظ بنفس الكيان دون، واخد بالك، زي اللي هو الشكل ده اللي موجود واطلع من ورا اعمل المبنى بتاعي. يعني ممكن يتم المحافظه على الهيكل الاثري. طب لان القاء اخر انا عارف حضرتك مرهق، معلش. لا مش مرهق، بس عشان ماشي.